ازيكم عاملين ايه؟ افطارنا النهارده هيكون فراخ بصوص الطماطم والكريمه، اكله جميله جدا هتعجبكم. شايفين قطع الفراخ مع صوص الكريمه، جميل جدا. يا سلام بقى للناس اللي بتحب تغمسها بعيش، تحفه. ونيجي هنا بقى للي بيحبها مع الرز بقى، مع قطع الفراخ كده، حاجه خطيره. شايفين ولا جمال السلطة بتاعتنا بقى اللي المفروض تبقى موجودة في رمضان على طول؟ يلا بينا نشوف عملتها ازاي. النهارده هنعمل فراخ بصوص الطماطم والكريمة. معايا هنا قطع من الفراخ انا مقطعاها الحجم ده ومغسولة كويس قوي ومتصفية، تقدري تستخدمي الكمية اللي تعجبك. انا هنا مستخدمة كيلو الا ربع. معايا كريمة طه، صلصة طماطم بيتي، معلقتين زيت زيتون، هنا ربع معلقة فلفل اسود وملح، معلقة كاري، معلقة كركم، معلقة صغيرة جنزبيل. يلا بينا نشوف الطريقة. جبت طاسة وحطيتها على النار واحط معلقتين زيت زيتون، تقدري تستخدمي زيت عادي براحتك. ولما سخنوا شوية هنزل بالتوابل، اقلبهم شويه كده. الحركه دي بتدينا ريحه حلوه قوي للتوابل. وبعدين هحط الفراخ على نار عاليه بقى، انا مصفيها وكل حاجه بس عشان برضو ما تنزلش ميتها، هشوحها شويه. وهنتبلها بملح وفلفل قبل ما الفراخ تبتدي تستوي. هنحط الطماطم. طب اللي هيستخدم صلصة طماطم من بره يحط معلقتين بس، حتى البيت انضف طبعا واحلى، وبتبقي ضمناها وانتي اللي عاملاها وعارفة حتى المكونات اللي فيها ايه. وبعدين الوصفة دي بتبقى حلوة قوي، وخصوصا بقى تغيير على افطار رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بعد ما سيبنا صدور الفراخ شربت من الطماطم شوية، هنحط دلوقتي كريمة الطهي. اتحداكوا بقى لو عملتوا الوصفة دي مش هتبطلوا تعملوها في البيت ابدا، وهيحبوها الولاد وانتوا كمان هتحبوها قوي. هغطي عليها دلوقتي واسيبها ربع ساعة لحد ما الفراخ تكمل سواها، وبعدين نغرفها مع بعض. خلاص كده بعد ما الربع ساعة عدت فتحنا عليها، شايفين ما شاء الله، شايفين القوام بتاع الصوص والفراخ كمان استوت. الصوص بتاعنا حلو قوي، لا هو خفيف ولا هو تقيل، وكمان الفراخ اتشربت اكبر كميه من الصوص. هنغرفها دلوقتي ونشوفها مع بعض. شايفين الشكل وقوام الصوص؟ كان نفسي تشموا ريحه الصوص والتوابل الجميله. لو قعدت اقول لكم الريحه والطعم ايه احلى من بعض، لازم تجربوها علشان تشوفوا بنفسكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش.